بقول لك ايه، لو البيت اللي جوه دي ما طلعتش اخته هطين عيشتك. عارفه يا مامي، هتقطعي لساني وتحطيه في ساندوتش وتاكله لي. ايوه يا حبيبتي، كويس انك انت لسه حافظه الدرس. اه طبعا، عشان اللي بيكذب ما يستاهلش يعيش بلسان. ايوه بالظبط كده يا حبيبتي، لو طلعت بتكذبي بقى هقطع لسانك من الاغلوخ. ولحلمك هعمل عليهم كبسات مفاجاه، لو لقيتهم قرب منها قوي ولا حاضنها ولا حاجه هضرب الدنيا على دماغك ودماغهم. ما بحبش حد يقرطصني ابدا. عارفه يا ماما، خلاص حضر العشاء، هموت من الجوع. ما اكلتيش ليه في الميدان يا حبيبتي؟ ما هم بيوزعوا عليكم هناك وجبات مشويه. عارفه لو الثوره دي فشلت الشعب كله هو اللي هيتشوي. البرطمه تقول ايه؟ ولا حاجه. تعالى ده شيل الاكل ده، افرش الجرارين تحته لحسن يوسخهم بالمطرش زي ما عملوا المقاطيع بتوعك المره اللي فاتت. حاضر. تروح بيته ازاي؟ دي مخاطره ملهاش اي لازمه، وبعدين منى كده ممكن تزعل منك. انت مش اتفقت معاها ما تعملش حاجه من غير ما تقولها؟ راجع فهميني، منى عمرها ما هتحس باللي انا وانت حاسين بيه. انا متاكد ان هي كانت بتحب احمد، بس عمرها ما هتحبه قد اخوه ومراته. عشان كده كل خطوه عايزانا نمشيها قانوني وشرعي وسلميه سلميه وجو الهجايز ده، واللي زي هيثم مش هينفع معاك الكلام ده خالص. ايوه بس حكايه سلميه دي مش هقصه خالص. انا كنت فاكره كده زمان، انا واحمد وشباب كتير معانا، بس الثوره غيرت تفكيرنا كلنا. انا معايا فيديو كنت صورته لاحمد الله يرحمه ليله استشهاده، كان بيتكلم فيه عن الموضوع ده تحديدا، عايزه اديهولك تشوفه. واضح ان انت فهمتيني غلط، انا ما بكلمش على الثوره بشكل عام، انا بتكلم على هيثم واللي زيه. هيثم ده ما يعرفش غير لغه القوه، والقانون مش هجيب معاه اي حاجه. طب هنعمل ايه يعني؟ هنغتاله؟ مش لما نوصل له الاول. الموضوع مش سهل قوي كده. مين قال لك ان واحد زي هيثم ده مش عامل حسابه كويس جدا ومأمن نفسه وحاطط حراسه تحت بيته، واول ما نروح له هيبقى فخ عشان يقبض عليك. ده اذا كان قاعد في بيته اصلا. اكيد هيثم بعد ما الثوره قامت خد مراته وعياله وقعد في حته تانية خالص، خصوصا بعد ما عرف ان انا هربت وان احمد استشهد الله يرحمه. اوعى تكوني فاكره ان هيثم ده نايم على ودانه. ده مصحصح ومصحصح قوي كمان. طيب يبقى تروح له بنفسك ليه؟ اديني الظرف اللي انت عايزه يوصل له وانا هوديه. لا انا عايزه يعرف ان انا بدور عليه بنفسي. هو اكيد عارف ان انا هوصل له عن طريقك، مش محتاجه فقاقه يعني. انا عايزه يستفز ويخرج من الجحر اللي هو مستخبي فيه ده. بالطريقه دي اقدر امسك عليه اي غلطه. وبعدين مش احسن ما انا قاعد كده حاطط ايدي على خدي مستني النظام يسقط، اللي هو في المشمش يعني. انت لسه متشائم؟ قصدك واقعي. صدق ان انا ما شفتش هيثم ده لحد النهارده. اه صحيح، ما انت كان بيتحقق معاك وانت متغمي. انا اسف السؤال، ما عندكيش اي صور ليه؟ سؤال يستحق الاسف فعلا. لا طبعا ما عنديش، بس شمل اخويا عنده صور كتير ليهم مع بعض. هجيب لك واحده. حاضر. دي حاجه. الحاجه التانيه عايزك تساعديني ان اجيب حته سلاح. سلاح؟ ليه؟ هو ايه اللي ليه يا راجل؟ عايزين نطرد واحد زي هيثم بايديها فاضيه؟ بص بقى، انا معاك انك ما تقعدش تستنى ازاي ممكن نوصل له بقانون، لكن الموضوع ما يوصلش لدرجه السلاح يعني. يلا العشاء جاهز. الله اكبر. ايه خضيتك؟ انا اسفه، انا اسفه قوي اني انقطعت عليكم خلوتكم، بس العشاء جاهز وقلت يعني تاكلوا بسرعه عشان البنتين هيجوا يشرفوني في اوضتي ويناموا معايا، ولا انت عندك مانع؟ لا لا ابدا، انا اساسا ما بعرفش انام غير لوحدي يا طنط. معقوله يا طنط كل ده اكل؟ تعبناكي والله، مش ممكن كل الاكل ده. مفيش ليمون مخلل ولا ايه؟ ماما يا بنتي حاسبي حاسبي حاسبي. مفيش يا حبيبتي، انا كويس. Thank you.
دخلت عليك انت المحل سمعت كلمه سلاح. بتتكلم عن ايه؟ اكيد سلاح تلميذ يعني يا منى. يخرب بيت قلشك الرخيص. لحد كده كنت بتتكلم عن سلاح ايه؟ ولا حاجه يا ستي، كنت بحكي له عن الفيديو اللي صورته لاحمد الله يرحمه ليله استشهاده. انت ما شفتهوش صح؟ كان بيتكلم فيها عن الثوره وعن سلميه الثوره، ازاي بقت اهم سلاح في ايدين الثوار. تلاقيه قاعد دلوقتي بيتفرج عليكوا، بيفكرني ان بكره اديهولي تشوفيه. وبعدين بقى مش عارفه انام، بطلوا الرغي وناموا. يلا خلاص هنام اهو. تصبحي على خير يا ماما. وانت من اهل هلك المرة دي عشان الظروف اللي انتي فيها. صباح الخير. من اسبوع لو كنت سمعت حد من العيال دي بيقول كلمة سلمية كان سمع مني كلام قبيح قوي. بس فعلا النهارده بقيت مقتنع ان سلمية الثورة دي أهم سلاح عندنا. لأن لو كانت ثورة مسلحة كان النظام ده نسفها في كام ساعة. أيوة بس ما تنساش إنها مش سلمية أول ما في إسام ولعت والحزب الوطني ولع هو كمان. لا طبعا يا خفيف، اي ثوره بيحصل فيها الكلام ده في اي حته في العالم. ايوه بس حكايه الاقسام دي فيها كلام كتير، وعمرك ما هتعرف الحقيقه غير بعد ما يسقط النظام. مين اللي فتح سجون وتخشيبات الاقسام؟ مين اللي سحب الشرطه فجاه من الشوارع؟ مين اللي كان مستني كلمه انا اول فوضى عشان يخرب البلد كلها؟ ومع ذلك الشعب المصري اتصرف بذكاء وعبقريه في الظروف دي. ده في ثواني عمل لجان شعبيه حمى بيها نفسه. بس على فكره موضوع حرق الاقسام ده مش بالضروره يكون وراه مخطط. الناس ما خرجتش تحرق وزاره الداخليه ولا وزاره الخارجيه ولا وزاره الماليه، دول حرقوا اسام الشرطه وحرقوا الحزب الوطني، الاماكن اللي هم كانوا بيتبهدلوا وبيتهانوا فيها كرامتهم طول عمرهم. وده بيوصل رساله مهمه جدا، ان الشعب شايف ان المكانين دول لازم يتطهروا، ولو ما حصلش كده كان مفيش اي حاجه حصلت. معاك حق. وكمان لو شفنا الخراب اللي حصل في البلد وقارناه مش هقول لك باي ثوره تانيه، لا لو الكهرباء قطعت في امريكا ولا كندا ولا حاجه، ده دليل ان الشعب ده عبقري. كان معكم احمد السلمي عبد الناصر سابقا، اللي كان بيؤمن من اسبوع واحد بس ان البلد دي عشان تتغير لازم نولع فيها هي وكل اللي فيها. انا هنزلك الفيديو ده بكره على اليوتيوب، واكتب عنوان الفيديو الذي هز الملايين وابكى كل من شاهده، مقطع مؤثر. احمد مش هكفل فكره قبلك. فيلي فيلي يلا يا جماعه تعالوا نغنوا ولا حاجه. يلا نغني حاح. يلا نحن وحدار اصحاب وحداشر باب غير السراديب ونحور الديب والبقره تنادي وتقول يا ولادي. تفتكر ممكن تعرفه لوحدك؟ أكيد أحقر واحد فيهم. أنا خايف أشاور على حد اللي يطلع أخوك وتزعلي.
لا مش هزعل قوي يا سيدي. عموما عندك حق، هو احقر واحد اللي واقفين دول. هو ده دي طبنجة مرخصة بتاعت اخويا. كويس ان الثورة ما غيرتش لونه التقيل. مش عايزة اوصيك بقى تخلي بالك منها، هو كده كده مش هيعرف يبلغ عن اختفائها، بس يعني يهمني ان انا ارجعها له. ولو اني مش عارفة انت هتستخدمها في ايه، بس انا متأكدة انك هتعمل اللي انت شايفه صح. كتر الف خيرك، جدع مرات جدع. دي اكيد منى، ده انا من كتر مكالماتها قفلت الموبايل. انا لازم ارد عليها، كلمتني كذا مره وما ردتش. ايه يا منى؟ بالراحه يا منى، بس بالراحه. انا مع راجل، مفيش، نسيت شويه حاجات في البيت عندها فنزلت معاها. احنا جايين لك على البيت حالا. يا ستي حاضر، مش هتحرك تاني غير لما اقول لك، ولو اني مش مرتاح للموضوع ده يعني، بس ماشي. احنا جايين لك على البيت. على المكتب؟ طيب ساعه وهنبقى عندك. سلام. ما صدقتكش طبعا. طبعا دي مش بعيد تفتشنا تفتيش ذاتي. بقول لك ايه، احنا ساعه ولازم نقابلها في المكتب. هنقعد مع الصحفي ده اللي هي قالت لي عليه اسمه، انا نسيت اسمه. اسمه عمر شاهين. عمر شاهين. بس هنطلع الاول على المشوار بتاعنا. يعني ايه سيبته يمشي يا حيوان؟ عمال سكيورتي ايه وزفت ايه على الصبح؟ مش لما تشوف حاجه مش مظبوطه تمسكه وتبلغ البوليس؟ يعني ايه هو فين البوليس؟ انت بتهزر؟ وانا عندك نمر التليفوني ليه؟ عشان تتمنظر بيها؟ مش لما يحصل حاجه تبلغني؟ يعني ايه مفيش كروت شحن؟ اتصرف وكلمني من اي حته. افتح الظرف شوف كده وقول لي في ايه. نعم؟ خايف على امك؟ يعني ايه بلاش الطريقه دي؟ والله فجأة كده بقت طريقتي مش عاجباك. ماشي، حسابي معاك بعدين، انا هبعت لك حد يجيب الظرف. يلا. اتفضل يا سيدي. الكلام هيبتدوا يقطعوا فينا بقى. واحد زي ده ما كانش يتجرأ يمسك سماعة التليفون كده ويتصل بيا من رعبه. قال ايه يا اخويا؟ طريقتي مش عاجباه، على اساس ثوره يعني وكده. عايزني لما اكلمه اقول له مساء الخير يا فندم. معلش يا فندم، بس هدي اعصابك الاول كده وفهمني حضرتك اتوترت ليه. اتوترت؟ وانا اتوتر من حركات تافهه زي دي؟ معلش برضه يا فندم، حضرتك ممكن تفهمني حركات ايه؟ بقول لك واحد شكله مريب راح عند البيت عندي، سأل عليا السكيورتي زي ما فهمته، قال له مفيش حد هنا بالاسم ده. قال له انا عارف ان هو هنا وساكن في الشقه الفلانيه. الحمار بقى اتلخبط وقال له لا، اصل هو عزل من كام يوم كده. قال له بتعرفش راح فين؟ قال له ما اعرفش والله، اصله ما خدش عزال معاه كتير، شكله كده كان هربان. قال له يبقى كده، قال لك تبلغه لو حد سال عليه. قول له واحد صاحبك من امتى في جيل الكنيسه سال عليك وادي له الظرف ده. اخطف رجلك كده وروح هات لنا الظرف ده. مش الافضل يا فندم ان احنا نبلغ الاول عن الظرف ده لحسن يعني يكون فيه نبلغ مين بس؟ هو في حد فايق لحد؟ ايه؟ خايف؟ لا يا فندم. روح هاته بس. حاضر. انا اللي هفتحه، خلصنا. حاضر حاضر. اسمع. ايوه فندم. لما تقابل السكيورتي قول له يا سعاده الباشا عشان يحس ان في ثوره وكده يعني. حاضر يا فندم. ثوره اه. Thank you.
اتفضل يا فندم. مش نوديه لحد يبص عليه الاول يا فندم؟ ليه يعني؟ هيكون حاطط فيه بنص جنيه ديناميت؟ استنى اما تشوف اخر حركات الهبل دي. البيبي هددني. معلش يا فندم، حضرتك ممكن تفهمني ايه الحكايه بالظبط؟ الواد الارهابي اللي اسمه محمود عبد الناصر اللي هرب من سجن النطرون، متهيألي لما يجي لي تحت البيت يعني ويبعت لي رساله تهديد، انا بقى اعصابي هتتعب، وبدل ما هو بيدور عليها ومش عارف يلاقيني، انا اللي هدور عليه عشان الاقيه. طب هو عرف عنوان بيت سعادتك ازاي؟ انا اسف يا فندم، يعني هو عرف شخصيه سعادتك اصلا ازاي؟ ده كانت عينيه متغميه طول الوقت. هو عارف وخلاص. هو في حاجه بتستخبى النهارده؟ المهم مش ده موضوعنا دلوقتي. لا ازاي يا فندم، ده هو ده الموضوع. دي سابقه خطيره جدا، احنا لازم نبلغ كل القيادات ويعرفوا اللي بيحصل ده. تبلغ القيادات؟ هو في حد فاضل حد يا ابني؟ ما انت مش شايف الاخبار اللي بتهبب علينا في الصبح؟ سعادتك سمعت اخر الاخبار؟ بيقولوا انهم اعتقلوا حبيب بيه وحسن بيه عبد الرحمن. ما تصدقش الكلام ده. انا لسه بكلم ناس هناك في مدينه نصر. قالوا ان حسن بيه على مكتبه. وحسب ما اعرف يعني حبيب بيه في الوزاره والجيش مأمنه ومحدش بيروح هناك. ما تخليش الإشاعات تأثر فيك. أنا بصراحة ما كنتش مصدق. قلت مش معقولة يعني يضحوا بحد من رجالتهم. مين قالك إن هما ممكن يضحوا بحد من رجالتهم؟ الحكاية كلها إن البلد في ظروف صعبة بس. ولازم نحل العاصفة. ونبين للناس إن في حاجات هتتغير بجد. شوف. مصر ما حدش يقدر يحكمها من غير جهاز أمن الدولة. حتى العيال في التحرير دي. لو مسكوا الحكم يعني في المشمش. برضه هيشتغلوا معانا. مش هيستغنوا عننا. جمد قلبك. ربنا يطمنك يا باشا، ربنا يطمنك. والله يا فندم انا كنت بقى قلقان، يعني كل ما اسمع خبر اقول يا ترى الخبر ده بجد ولا اشاعه مطلعها حد من زمايلنا. ما قعدناش خلاص عارفين نوحد مصدر الاشاعات. بس يلا كله هيرجع قريب زي ما كان. بعد القرارات اللي طلعت دي العيال المعتصمين دول بقى ما لهمش حجه، يروحوا ويريحوا دماغ امنا. طب لو فضلوا قاعدين سعادتك قاعدين؟ اه ده الناس تاكلهم اكل، الناس خلاص يا ابني مش حمل لا عطله ولا حمل خوف، الناس خلاص مرعوبه. المهم انا عايزك تجيب لي ملف الواد محمود ده وملف اخوه وابوه وكل قرايبه وكل اللي معاه في القضيه، هاتهم لي بسرعه. ليه كده يا فندم؟ مش ساعتك قلت هتتجاهله خالص؟ يا عم ريح قلبي. حاضر يا فندم حاضر. في حاجات في دماغي عايز اتاكد منها. حاضر. يلا خلصنا. بس يا سيدي ادي حكايتي بالتفصيل الممل، ما تهقليش نسيت حاجه. بكره لما النظام ده يسقط وتتفتح كل ملفاته التاريخ هيفقد النطق من المخازن اللي المفروض يكتبها. الله يطمنك، انا لسه هستنى التاريخ لما يكتب قصتي. انا ما اقصدش طبعا انت مستني مني ان المفروض اقول لك على طول رايي في اللي المفروض تعمله. ما تخلينيش اقول لك جبتك يا عبد المعين. طب عايز اقول لك الحق ولا ابن عمه؟ الاثنين ما لهمش لازمه في البلد دي، هات اللي يطلع من ضميرك. مبدئيا ما تحملش هم المكان اللي هتقعد فيه، لانك انت هتطلع من هنا على شقتي. انا يا سيدي قاعد لوحدي وشقتي فاضيه واغلب الاوقات في مصر، وهيبقى معاك راجل ومنى ياخدوا بالهم منك ويشوفوا كل طلباتك. ايوه بس احنا مش في موضوع الشقه دلوقتي يا استاذ عمر. استاذ يا عم، بقول لك هتقعد في شقتي تقول له استاذ؟ ما علينا، اعتبرني ما سمعتش منك اي حاجه. بص يا سيدي، موضوع الشقه ده موضوع مهم جدا وله علاقه باللي انت لازم تعمله. افهمك ازاي؟ شوف قصتك بكل الظلم اللي فيها هتفضل مجرد قصه طول ما النظام ده موجود. يبقى لازم اسمع كلامك بقى واستنى التاريخ لما يكتب قصتي. بيقولك النظام موجود. انت شفت فيلم جوراسيك بارك؟ ها؟ شفت فيلم جوراسيك بارك؟ ده اللي هيحل لي مشكلتي؟ شفت الديناصور الضخم وهو بيطخ؟ شفته بقى كده ومفرفر بديله كده مغفله 20 30 واحد مموتهم ولا بايده ومطيره كم عربيه؟ لكن في الاول وفي الاخر هيقع هيقع. مش بقولك الله يطمنك.
قول بقى يا رب الديناصور ده ما يلوشنيش انا بديله وهو بيقع. هي دي بقى الفكره، في انك لازم طول الفتره اللي جايه تكن تماما وتبعد عن اي مغامرات من اي نوع. ايه بتبص لي ليه؟ طب والله العظيم ما قلت له اي حاجه، هو لقطها لوحده. طبعا، وسيبك من جزء السجن لان ده هشتغل عليه اول ما هوصل مصر. انا ليا كذا حد من زمايلي بيجمع داتا عن اللي حصل بالنسبه لملف السجون، وخصوصا سجن وادي النطرون وسجن القطه. وطبعا انت سمعت عن اللي حصل للي هو محمد البطران الله يرحمه. الله يرحمه. لما نجمع اكبر تفاصيل ممكنه عن ملف السجون هيبقى شهادتك مهمه جدا، بس الاهم من ده بقى هو قصتك مع امن الدوله. ده حتى بعد سقوط النظام لازم يكون لها شهادتين. شهاده الجرع بتاع طنطا اللي اختفى والجرع بتاع الصعيد. اذا كان فضل عايش لحد دلوقتي. لغايه ما نتاكد انه مات هيفضل عايش. ان شاء الله حتى يا سيدي ننزل ندور عليه في المكان اللي انتوا سبتوا بعض فيه. ده غير كمان عن طريق المحرر العسكري اللي عندي في الجرنان، وهقلب لك عليهم الدنيا في كشوفات المساجين المصابين اللي الجيش قبض عليهم. يا رب بس يقول اسمه الحقيقي المره دي. بص يا محمود، هي مش حاجه سهله بس مش مستحيله. بس اهم حاجه بقى ان لحد ما نلاقي اي حد فيهم انت ما تختفيش. لان انت ممكن يتقبض عليك، مش هيثم بيحاول يصفيك. مستغرب ليه؟ اكتر واحد قلقان دلوقتي هو هيثم. لانه لما النظام ده يسقط وليه مساله وقت، وزي ما انا مصر وهتثبت لك الايام كلامي، هيبقى مطلوب منه لما يتواجه بالاتهامات اللي قدام القضاء انه يرد عليها. عشان كده الاسهل بالنسبه له انه يخلص عليك. زي ما خلص على اسماعيل. ما قلنا طالما ما شفناش جثه ما نسبقش الاحداث. احنا نعمل اللي علينا وما ندلوش اي فرصه ان هو يوصل لك. انت بتبص لبعض ليه؟ على فكره بقى انا قلبي مش مطمن من حكايه خروجه الصبح دي. وراها مصيبه، ايه راكيه؟ لا خالص والله، ده انا لسه كنت بقول له الكلام ده الصبح واحنا بنفطر. لازم ما يديش فرصه لهيثم ان هو ياذيه ابدا، والا حق احمد هيبقى ضاع هدر. افتحوا التلفزيون بسرعه. قبض على حبيب العدل كل القضايا الداخليه. محمود امر بحبس حبيب العدل عنده. في اخبار سيئة يا باشا. انا كنت بحسبك هتفرحي. افرح على ايه يا هبله انت؟ استغفر الله العظيم، هتخليني اغلط ليه بس في بيت ربنا؟ انا مال انا باللي يقبضوا عليه ولا اللي يتنايل على عينه حتى؟ انا ندرت نادر مش هخرج من هنا غير لما اخد حق ابني، وهشوف اللي قتلوه من صغرهم لكبرهم مترصصين قدامي كده اهو في القفص. غير كده يبقى كلام فاضي وما يلزمنيش ببصله. ايه اللي انت جايباها معاكي ده يا بنتي؟ ده شوية قلقاس وحبة رز عاملاهم بإيديا، يا رب بس يعجبوك يا ست الكل. لا حول ولا قوة إلا بالله، هاكل طبيخ يا بت في بيت ربنا؟ وماله يا خالتي، هو حرام؟ ما هم بيعملوا كده لما بيجوا يعتكفوا في الجامع في رمضان، وحتى لو حرام كان خادم الجامع ما دخلنيش بيه وأنا داخلة، ده حتى قال لي خلي الحاجة تدعي لنا. ده تلاقي عينه في الأكل، ابقي اديهوله وأنت خارجة، أنا معايا أكل الحمد لله. قومي بقى، قومي قبل ما المغرب يكبس عليكي. ماشي يا خالتي متشكرة. بس انا برضك كل ما اعمل لك الاكل بايدي واجيبه لك لحد عندك. تاكليت شحاتين انت حره. سلام عليكم. استني يا بت، قولي لي السلق المره دي ظبط معاكي في القلقاس ولا فطحانه زي كل مره؟ جربي بنفسك. استغفر الله العظيم، والله الواحد مكسوف من نفسه، لكن نعمل ايه بقى؟ ما هو لازم نتقوت عشان طاعه ربنا. قدرني يا رب. بجد حلو المعلومات ديت. ماشي ماشي، يلا سلام سلام، يلا باي. مش بقول لكم نظام غبي وسقط خلاص؟ كل ما الواحد يحط ايده على قلبه لحسنيه من حركه ذكيه يطلع اغبى مما كنا نتخيل. ايوه بس المفروض يعني اللي حصل يبرد نار الناس. مين كان يصدق ان الرئيس هيستغنى عن حبيب العدلي بعد ما خدمه السنين دي كلها؟ ما هي دي الغباوه، ده ما هنش عليه حتى لفؤاد زي ده راح يبوظ جنه. اكيد طبعا عشان شال عليه بلاوي.
ده بعد خبر الاعتقال ما طلع والناس فرحت بيه طلعوه نفق وقال لك لا دي تحديد اقامه جبريه فاللي كسبوه من هنا راح من هنا. طب تفتكر الحوار اللي هيعمله عمر سلمان مع المعارضه بكره هينجح؟ معارضه مين يا ابني؟ قصدك المعارضه اللي بتقبض من النظام وبتاخد اوامرها من امن الدوله على التليفون. والنبي عمركم سمعتوا عن حد بيعمل حوار مع دراعه؟ ايوه بس بيقول لك الاخوان رايحين. طبعا هيروحوا عشان ياخدوا شرعيه ودول ما هيصدقوا. بس مين قال لك ان هم هيفرقوا معانا في الميدان؟ دي برضه غلطه النظام بيقع فيها. ده في ناس مفهمه النظام ان اللي بيحصل دوره الاخوان مع انهم كانوا رافضين ينزلهم 25 وما نزلوش غير يوم 28 زيهم زي باقي الشعب. بس مش ممكن نظام الجبروت ده هيصدق ان الشعب اللي استحمله 30 سنه ممكن يصور لوحده. عشان كده كل شويه هتلاقيه بيلبسها لحد مره من بره ومره من جوه. عشان كده الموضوع شكله هيطول. بقول لك ايه؟ كويس ان انا مسافر بكره مصر عشان ما كنتش هستحملك تقعد تنكف فيها طول اليوم. يلا بينا على البيت يا استاذ وبعد كده اجتماعاتنا كلها هناك عشان المكتب ده اكيد مرصود من امن الدوله. يلا يا راجل ما خلاص بقى هو امن الدوله لسه في حيل يرصد. متهيألك مستر اكس نيفر دايز. يلا بينا. يلا وانا هروح على البيت عشان اجيب لكم حاجاتكم واكيد طبعا هخضع لتحقيقات ماما اللي هي بصراحه تحقيقات امن الدوله اهون بالنسبه لي عنها. يلا اتفضلوا اتفضلوا. نورتوني والله. ايوه اتفضل يا حوده نورتني. الله يخليك نورتوني والله. انا جبت الشقه دي بقى مخصوص بعيدا عن بيت العيله عشان ارتبها واحط فيها كتب ومجلاتي واقعد اقرا فيهم واتفرغ لحد ما اقابل رب كريم. بقول لكم ايه، انا عاوزكم تعيشوا وتتعاملوا ومحدش حاسس ان هو مكسوف. ولك يا حودة الدولابة تحت أمرك وانتش محتاج أي عزومة يعني تعامل ماشي؟ الله يخليك عمر. ربنا يخليك. بقولكوا إيه، أنا عندي شوية فراخ ولحمة في الفريزر هطلعهم يفوقكم وأول ما منى ما تيجي نخش المطبخ كده جماعة ونعمل وليمة على شرف محمود. تمام؟ ثواني ولا شادي ساعدني كده لحظة قدم لهم كده طلع بس الفرخه بس من الفريزر تفوق. افتح لنا كده الجزيره عشان نشوف اخر الاخبار. الانفجار الذي شب في خط الغاز الرئيسي لمنطقه جنوب العريش هو الان طرد هلت البشاير. هم اللي عملوه ها؟ مش بعيد. بس سواء هم او مش هم، الرسالة اللي عاوزين يوصلوها للناس يقول لك شفتوا؟ مش قلنا لكم يا انا الفوضى؟ وقبل ما تقول له شفت لسه المشوار طويل، الكلام ده ما عادش ياكل مع الناس ببصلة. وبكره تشوف. يا ولاد يا اهل الله يا اللي هنا فاطمة يا فاطمة